جميل جدا بالنسبه لانه بروح وباجي كثير ومشاوير، يعني مستحيل انه يمر يوم ما اطلع مشوارين ثلاث. فبالنسبه لي بفضل الانسولين، اول شيء بوفر علي بنزين، الشغله الثانيه حتى كقطع نادر جدا او مستحيل الخراب. وتاخذني شبه الكلمه بالموضوع البنزين بالنسبه لنا كناس بروح وبيجي يعني هذا شيء اساسي، بفرق شيء اساسي. فانا لما بسيارتي لما طلعت قبل ما اخذ الانسولين باسبوع طلعت ثلاث ايام احد اثنين وثلاثه، كان مصروف البنزين بسياره ماتور 1003 و2012، يعني مش انه سياره من السيارات القديمه، كان مصروفها 45 دينار. وللعلم 45 دينار على مسافه يا دوب ما وصل 200 كيلو، للامانه ما وصل 200 كيلو، كان مصروفي 45 دينار. لو لما كانت لما طلعت باللونسون 11 دينار او 8 دنانير طلعت فيهن 8 ايام، بتصير تطلع اكثر 8 ايام اه فعليا بتصير تطلع اكثر بالضبط. حتى لو عندك مشوار ما بتحكي لهم انه في بنزين ولا ما فيش بنزين، بتصير تطلع بحريتك خلاص شغل وامشي، ما بتحكي لهم انه ممكن تقطعني انه ممكن كذا. رغم انه بالدرجات اللي كانت معي قبل كنت اركب التانك البنزين الاحتياط، بحيث انه حتى لو طلعت مسافات بعيده وما كان في كازيات وما كان في كذا ما اهكلهم انه انت مضطر على 95 بالضبط، وانا بتحط 90 براحتك، 90 براحتك والقوه موجوده نفس قوه ال